أخت سائلة عفوا بتقول لها سؤالين. يعني السؤال الأول بتقول إنها كانت في يعني في زيارة لأحد الأقرباء يعني أو الأصدقاء، وقدم لها مشروب مقطعة. سؤال الأخت السائلة يعني هل لو شربت هذا المشروب يعني حتى لا تحرج المضيف، يعني هل يبقى عليها ذنب أم لا؟ لا، المسألة ليست فيها إحراج، المسألة فيها وضوح. أنا أسفة والله، ده مقاطعة، معلش كأني شربتها. خلاص ياخذ حد من الأطفال اللي موجودين أو يعني لا للبيت، أنا عايزة شاي، عايزة مية، معلش، عشان لا تسبب، أقول لك أصل الحرق. طب ماشي الحرق، وبعدين الناس هتعرف إمتى؟ فش إحراج للناس ولا حاجة، الأمر مش صعب، وليس كل لطف، هي الطريقه اللي هي بتفرق. والله متشكرين جدا على هذا واجب الضيافه، لكن انا ما بشربش الحاجات دي. ليه؟ والله لانها مقاطعه. اثنين، لانها والله مش مفيده بالنسبه لي. لكن ببدا بمقاطعه. ده مقاطعه، ايه المشكله؟ فيش مشكله، ولا فيها حرب، ولا فيها اهانه للضيف اصحاب البيت. بالعكس، احنا كنا في مؤتمر من حوالي 4 شهور ولا حاجة كده، وفي فندق في اسطنبول، ونوع مية لم نكن نعلم انه مقاطعة، واحد الناس نبهنا، فأزيل كل المياه اللي قدامنا وخلاص. ده قرار. هل كده احرجنا للناس اللي دعونا؟ لا، انا جاي مؤتمر عن شباب الاسلام والتحديات وفلسطين، محور مهم فيها. اللي قال لي واجب المقاطعة، انا لا اقاطع. يعني مسألة اخواننا، ثم في ما الحرج والحياء؟ هو اللي الشركة اللي تدعم الكيان دي كسبت تدعمه؟ لا، جهارا نهارا ده بيباهي وبتعلن. ايوه، طب انا محرج لمين؟ لمين؟ محرج لمين؟ صاحب البيت مش هيزعل لو فعلا بيخاف ربنا. انا والله اسمع، عرفت خلاص، ما تعرفش اديك عرفت. يبقى المطلوب مني ايه؟ ان انا خلاص اتوقف عن هذا الامر المحرم، لانه محرم من باب لغيري مش لذاته. هو ممكن يكون حاجه حلال في اصلها طبعا، انما ليه؟ لانه مقاطع، لانه اعين المستبد والغاشم والظالم على ظلمه. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.